قوافل الحجاج من الشمال والجنوب السوري المحررين تصل إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. اللجنة العليا للحج التابعة للائتلاف الوطني كانت المسؤولة عن تنظيم شؤون الحجاج السوريين لهذا العام، ولكن كيف تم تسجيل الحجاج الموجودين في مناطق النظام بعد قرار المملكة العربية السعودية سحب ملف الحجاج السوريين من يد النظام؟ مدير الحج ونائب رئيس لجنة الحج العليا سيكون معنا للإجابة على كل هذه الأسئلة في محورنا الأول من حلقة اليوم. وفي المحور الثاني، محامي مصري يرفع دعوى قضائية على حكومة بلاده لإلغاء التأشيرة والموافقات الأمنية للسوريين. أهلا بكم. نبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار، حيث وصل المدرب السوري أسامة عبد المحسن إلى إسبانيا مع ابنيه بعد أن تلقى دعوة للعمل كمدرب لكرة القدم في نادي ختافي الإسباني. ويأتي عرض النادي بعد انتشار مقاطع عرقلة المدرب أسامة من قبل المصورة الروسية قبل نحو أسبوع. وضروري انه تجي على اسبانيا. انا اعمل قصارى جهدي انه يكون في اقصى سرعه، لازم تجون اسبانيا. انا قلق عليهم جدا، يعني حتى في تركيا انا قلق عليهم، لازم ان شاء الله يجوا بعد الاحداث اللي صارت معي، لازم ان شاء الله. يدخل اعتصام عابرون لا أكثر يومه الثالث على الحدود التركية اليونانية، فيما لا يزال المعتصمون السوريون يصرون على مطالبهم بالسماح لهم بدخول أوروبا. ينضم إلي محمد حاج بكري مفدنا إلى أدرنا التركية في مكان الاعتصام. محمد، آخر المستجدات حول هذا الاعتصام. نعم رولا، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام جميعا. الحقيقة رولا، ما حصل اليوم كان ملفت للنظر، فقد كانت الحكومة التركية البارحة بعد لقاء وفد من الاعتصام من المعتصمين في محافظ بلد مدينة أدرنا، كانوا قد اتفقوا على أن يكون هناك لقاء اليوم مع الحكومة التركية في أنقرة، وبناء على ذلك تم كسر موضوع الإضراب عن الطعام منذ مساء البارحة أو منذ فجر البارحة. اليوم ظهرا تم من قبل الحكومة التركية تأجيل الموعد، فعاود المعتصمون مرة أخرى إلى التعبير عن غضبهم، التعبير عن عن أن هناك شيء غير مفهوم من الحكومة التركية، فقاموا مرة أخرى بإعلانهم الإضراب عن الطعام تنديدا بتأجيل الموعد من قبل الحكومة التركية، والذي كان كما قلت مفترض أن يكون اليوم. يقول المعتصمون الآن أن والي أدرنا الذي كان منذ ساعة تقريبا موجود هنا حاول تهدئتهم، تحدث إليهم وقال لهم بأننا يعني نحن نبحث موضوعكم مع حكومات دول الاتحاد الأوروبي، ستلقون خلال الفترة الساعات القادمة أخبارا ربما تكون أخبار سارة حسب تعبيره. لكن الصحافة التركية كانت اليوم قد أكدت بأكثر من صحيفة على أن اليوم هو آخر مهلة للمعتصمين لفض اعتصامهم، وأنه إذا لم يكن كذلك فستجبر الحكومة التركية على التعامل معهم بشكل آخر.
هل تم التوضيح شو نوعية التعامل؟ سيتعاملون معهم بشكل آخر، لم يحددوا طريقة التعامل، ولكن قالوا أنهم أن المهلة ستنتهي اليوم، وبأنه بعد انتهاء المهلة سيتم التعامل معهم بشكل آخر. الملفت للنظر هو كان حديث محافظ إدرنا لوكالات الأنباء العالمية البارحة وللصحافة التركية على أن إدرنا مدينة غير مجهزة لاستقبال مثل هؤلاء اللاجئين، إذن لا تستطيع إدرنا أن تقدم لهم الخدمات، لا تمدهم بالمساعدات، لا تستطيع إدرنا أن تكفل لهم أدنى الحقوق التي يجب أن يعيشوا فيها ولو كانوا. طيب يعني هلا صرنا بعد ما كان بأنهم رح يجتمعوا معهم لحتى يشوفوا شو ممكن يقدموا لهم، الآن تغير الكلام وصار بأنه مهلة محددة ورح يتخذوا إجراءات معينة. تم تأجيل الموعد إلى يوم غد، وكانت الصحف التركية إذا كما قلت قد أعلنت اليوم أن محافظ إدرنا أكد أن المهلة هي 3 أيام فقط للمعتصمين، وبعدها سيتم التعامل معهم بشكل آخر، لم تحدد طريقة التعامل معهم. شكرا محمد. حسب تفضل نعم. إذا في عندك إضافة تفضل. نعم رولا، سيكون هناك حسب بعد تأجيل الموعد المعتصمون ينتظرون أن يكون هناك غدا لقاء مع الحكومة التركية من قبل مندوبين منهم من المعتصمين، 3 أشخاص من المنظمين، ولكن الحقيقة يتخوفون من الكلام الذي ورد في الصحف التركية، ويظنون أن هناك أشياء غير مفهومة بين التصريحات. على كل الأحوال سنبقى على تواصل دائم معك محمد لمعرفة آخر المستجدات حول هذا الموضوع، شكرا لك. ينضم إلي الآن مكسيم العيسى مراسل أورينت نيوز من برلين. مكسيم، تم الحديث كثيرا عن طريق بري جديد من خلال عدة دول أوروبية قالت بأنها ستسمح للاجئين بأن تكون هي مقر عبور فقط بالنسبة لهم، ومنها كرواتيا، ولكن هناك جدل كثير حول هذا الموضوع، لديك تفاصيل؟ نعم رولا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم، التفاصيل التي حصلت عليها، كان هناك تغير واضح في موقف الحكومة الكرواتية، إذ أعلن ميلانوفيتش يوم أمس أنه سيتباحث مع الحكومة السلوفينية بخصوص إيجاد معبر على شكل كوريدور ممر يعني، وقال بأنه سيسمح للاجئين بالمرور عبر بلاده إلى سلوفينيا ومن ثم إلى النمسا، ولكن ضغوطات الاتحاد الأوروبي واليوم مواقف أخرى من الحكومة الكرواتية، هناك تغير واضح، والقرار تم استبداله بأن كرواتيا سوف تقوم بتسجيل هؤلاء اللاجئين لديها ثم تقوم بإرسالهم إلى دول غرب أوروبا، وهذا القرار طبعا يأتي من ضغوطات أوروبية، لأن الاتحاد الأوروبي يرغب في توزيع هؤلاء اللاجئين بين كافة الدول، لذلك بس هي رح تقوم بتسجيلهم لديها أول شيء، إذا حتقوم بتسجيلهم لديها بهالحالة ما فيهم يروحوا غير على ألمانيا. المشكلة بالتسجيل يعني هي بصمة، والبصمة يعني في هذه الحالة يخضع اللاجئون مرة أخرى إلى اتفاقية، يعني حتى لو تم تسجيلهم في أي دولة كان ووصلوا إلى ألمانيا، 120,000 لاجئ إذا وصلوا إلى ألمانيا سيعاد توزيع هؤلاء اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي. لا ننسى رولا، أريد أن أعطي بعض الأحصائيات، السوريون لا يشكلون إلا 30% من هؤلاء اللاجئين. طيب هناك بس هي نقطة أنه ألمانيا الآن نعم كانت ما عم تتعامل مع موضوع البصمة، وعم بتوافق على اللاجئين اللي عم يجوا حتى لو كانوا باصين بدول أخرى، الآن رجعت للتعامل بموضوع البصمة بشكل طبيعي؟ لا، ربما رولا الموضوع الآن غامض جدا يعني لدى الحكومة الألمانية ولدى دائرة اللجوء، الموضوع الآن تسبب في استقالة للدكتور مانفريد شميت رئيس دائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين، يعني الدائرة اتخذت قرارات وإرشادات داخلية ضمن الدائرة بعدم يعني البحث عن بصمات للاجئين السوريين وإبقائهم في ألمانيا. هل تريد ألمانيا أن تقول بأننا نريد فقط اللاجئين السوريين؟ يعني هذا ما أتلمسه أنا من تصرف الحكومة الألمانية فيما يخص السوريين، يعني ألمانيا تقولها علنا ودائما أنجلا ميركل تقول بأن دول البلقان الذين يشكلون أكثر من 50% من اللاجئين سيحصلون على رفض
وطرد من هذه البلاد، لأن الأسباب المادية والفقر ليس سببا كافيا للجوء السياسي هنا في بلادنا. إذا القرارات يعني عم يتم تطبيقها على يعني التسهيلات عم تكون للاجئين السوريين، أما اللاجئين من دول البلقان والدول الأخرى فيتم تطبيق عليهم اتفاقية دبلن بدون أي تغيير. نعم نعم، وهناك يعني هناك الموضوع واضح، يعني هناك الحكومة الألمانية كشفت آلاف الوثائق المزورة، وشاهدنا كيف أن هناك جواز سفر سوري لوزير لرئيس وزراء هولندا. يعني الناس الآن جميعهم من عراقيين ودول أخرى يعني ينتحلون صفة اللاجئ السوري ويتقدمون هنا بمدى دوائر اللجوء بأنهم سوريين. طيب طبعا الموضوع المؤكد الآن بأنه الموضوع المؤكد حتى يتم مكسيم نعم، الموضوع المؤكد الآن بأنه كرواتيا عم تستعمل موضوع البصمة، لأنه انتشر بالآونة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي معلومات عن هذا الموضوع، أنه فيهم يعبروا وصار في خرائط حتى أنه تدلهم على الطرق الخالية من الألغام وإلى آخره، في بصمة بكرواتيا. نعم يعني البس أريد أن أضيف، ميلانوفيتش يقول بأنني لا أعرف بما إذا سأستطيع أو بلادنا ستستطيع تسجيل كلها أو لا أم لا، يعني ربما هذه إشارة منه لأنه يمكن أن يكون هناك مجال لبعض اللاجئين للدخول إلى سلوفينيا دون ضم. هذا موضوع طويل ومعقد على ما أعتقد، الدول الأوروبية جميعها الآن في حالة استنفار، وربما ثم الأوروبية التي دعت لها فيلم أنجيلا ميركل والمستشار النمساوي فيرنر فايمان هي ستكون الفاصل في هذه. سنبقى أيضا على التواصل معك ماكسيم في أي مستجدات حول هذا الموضوع. ماكسيم العيسى مراسلنا من برلين، شكرا لك. بدأت مجموعة أورينت الإنسانية بتقديم خدماتها الطبية والإغاثية للاجئين السوريين على الحدود التركية المقدونية، حيث تعاملت مع نحو 170 حالة صحية وسط سعي المؤسسة لزيادة عدد كوادرها في المنطقة الحدودية التي تشهد تدفقا كبيرا في أعداد السوريين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، مع توقعات بأن يصل عددهم إلى أكثر من 15,000 شخص خلال الأيام القادمة. أصيب لاجئون سوريون بحالة تسمم إثر تناولهم الفطر الألماني عيش الغراب السام بعد أن اعتقدوا أنه صالح للأكل، وأوضح أطباء في المشفى الجامعي في مدينة هانوفر الألمانية أن اللاجئين أكلوا الفطر المعروف في أوروبا باسم قلنسوة الموت، حيث قاموا بخلطه مع مجموعة أطعمة. أثارت البسكويتة العثمانية ارتباكا واضحا لدى حكومة بشار الأسد، ما دفع بوزير النقل إلى اتخاذ إجراءات فورية، فيما وجه رئيس الحكومة وائل الحلقي الإعلاميين لإطلاق حملة نأكل ونلبس مما ننتج. قضية البسكويتة العثمانية تفاعلت منذ نحو أسبوع حين تم نشر صورة لماركة بسكويت تركية على الفيسبوك توزع كضيافة للمسافرين على متن رحلات السورية للطيران، وقامت مواقع موالية للنظام بتحميل مسؤولية إدخال البسكويت العثماني للجهات المستوردة وليس لخطوط الطيران. قالت شبكة شام اف ام الموالية للنظام إنها حصلت على صور لأسماك قرش تم اصطيادها قبالة سواحل مدينة اللاذقية. موقع عكس السير رصد تصريحات تنفي صحة ما تم تناقله، مؤكدا أن هذه الأسماك ليست قرش وليست مؤذية، بل هي نوع من كلاب البحر يعود سبب وجودها بالقرب من الشاطئ إلى وجود أفراخ الأسماك الصغيرة بكثرة والتي تمر في هذا الوقت من كل عام بالقرب من السواحل السورية. نفت الحكومة السورية المؤقتة الأنباء التي انتشرت على صفحتها الخاصة عن استقالة جماعية لأعضاء الحكومة ورئيسها الدكتور أحمد طعمة، متهمة من أسمتهم بالأيادي العابثة ومثيري الفتنة بالعمل على ضرب العلاقات مع أبناء الشعب السوري والدول الشقيقة. وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها إن الفريق الفني المشرف على الصفحة عمل على استعادتها وإزالة المنشور المسيء، ويعمل الفريق حاليا على معرفة جهة الاختراق. هنا سوريا مستمر ولكن بعد لحظات.